معنا تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم، أهلا بك سيد النعيمي. في البداية، كيف تجد سير عملية الامتحانات التجريبية حتى الآن وعدد الطلبة الذين يتقدمون للامتحان؟ تفضل. شكرا لك سيدتي. سير العملية الحمد لله يسير سيرا حسنا لغاية هذه اللحظة. هذا اليوم تم دخول 44 ألف طالب من طلبة التوجيه لاختبار هذا اليوم، وهو اللغة العربية والتربية الإسلامية. بالتأكيد يستمر دخول الطلبة إلى المنصة، منصة درسك، لأداء هذا الاختبار. وكما تعلمي هذا الاختبار، وأشرت في مقدمة الحديث إلى أنه هو مصطلح يسمى بالاختبار التجريبي، ولكنه هو واحد من محطات التقييم التي تجرى لجميع الطلبة، هذه المرة لطلبة التوجيه، وبعد العيد مباشرة لطلبة الصفوف الأخرى من الصف الرابع إلى الصف الحادي عشر. هذا الاختبار مهم جدا لعدة أسباب. أولا، هو يعني يمكن الطلبة من تقييم أنفسهم وتقييم تعلمهم، وبالتالي يعني يكشف عن جوانب بفجوات تمكن الطالب من تجاوزها من خلال إعادة التدريس والدراسة والمطالعة وما إلى ذلك. وثانيا، أنه هو ليس الاختبار بحد ذاته، وخليني أوضح هذا الأمر، أن النجاح المدرسي هو أحد المتطلبات للتقدم لامتحان التوجيهي أو الثانوي العام، وبالتالي هذا اختبار مهم جدا، لأنه هو يكامل التقييمات الأخرى التي تمت الثلاث الأولى خلال هذا الفصل، وأيضا الفصل الأول، حتى يتمكن الطالب من التأهل للتقدم الى الامتحان. دكتور تيسير، فقط للتوضيح، يعني من لم يجتاز هذا الامتحان لا يمكنه ربما اجتياز الامتحان النهائي. ليس صحيحا يا سيدتي، خلينا نوضح الامر. التقدم لامتحان الثانوي العام وفق سياسة وزارة التربية والتعليم يتطلب النجاح المدرسي. نعم. وبالتالي هذا جزء من الاختبار، من الامتحانات المدرسية التي تمت وعددها ثلاث لهذا الفصل، وبالتالي يعني يتم تجميع علامات الطلبة للفصل الأول والفصل الثاني، ومن يحقق النجاح التراكمي خلال الفصلين بالتأكيد أنه يعني فرصته مضمونة بالتقدم لامتحان الثانوي العام. لكن يعني التقدم لهذا الامتحان مهم جدا، لأنه له 40% من علامة الفصل. نعم. يعني من علامة الفصل الدراسي الثاني. فالتقدم له مهم لجملة من الأسباب. السبب الأول أنه الطالب يعني بقيم حاله، اثنين يقيم تعلمه، ثلاثة يتعرف على نمطية الأسئلة، وأربعة يستكمل إجراءات التأهل للتقدم لامتحان الثانوي العام. نعم. وإذا لم يكن هناك نجاح لبعض الطلبة في هذا الامتحان؟ أولا، النجاح ليس فقط لهذا الامتحان، نحن نتحدث عن النجاح للعام الدراسي كاملا. نعم. العام الدراسي موزع على فصلين، الفصل الأول فيه أربع محطات تقييمية، هذه المحطات تم رصد علاماتها بالكامل قبل الأزمة، والفصل الدراسي الثاني هناك أيضا أربع محطات تقييمية لكل صف، اثنين منها للمعلم واثنين تم تنفيذه من خلال منصة درسك نظرا للظروف الصحية الطارئة. بالعادة الوزارة لا تجري مثل هذه الاختبارات، وإنما تتولاها المدرسة. لكن أنا بأكد لك أنه يعني نحن نحث الطلبة على التقدم للامتحان، أخذ الأمر للامتحان بصورة جدية، لكن بالعادة يعني وفق القياسات على السنوات السابقة، يعني الأعداد التي تحرم نتيجة عدم النجاح المدرسي هي أعداد بسيطة جدا. لا. وستنظر بالنتائج بالتأكيد، يعني لجنة الامتحان العام بها كلها، لا سيما وأنه كما تعرفي هناك أمر دفاع، اعتبر التعليم عن بعد شكل من أشكال التعليم ويخدم كافة أغراض المنصوص عليها بقانون التربية والتعليم بما فيها النجاح والرسوب، وهناك مادة أيضا بقانون الدفاع أنه
يتم تفسير كل التعليمات التي تنظم مسائل العملية التربوية بمصلحة الطالب إن شاء الله. نعم، كيف يتم التعامل مع الطلبة الذين ربما لم تسنح لهم ظروفهم بتقديم الامتحانات التجريبية؟ يا سيدتي شكرا لك، هذا هو السؤال المهم. نعم، إحنا الجلسة الأولى التي كانت يوم الأربعاء يوم الثلاثاء الماضي للامتحان تقدم 81,100 طالب من طلبة وزارة التربية والتعليم، طلبة المدارس الحكومية تحديدا وهي الوزارة والثقافة العسكرية وأربع مدارس لوزارة الأوقاف، شكلوا تقريبا 90% من الطلبة المستهدفين. إن شاء الله اليوم العدد يزيد، ولكن أنا بأكد لك أنه إن شاء الله يعني لن تحول ظروف الطالب سواء بعدم تمكنه من التقدم للاختبار للأسباب التقنية أو غيرها من فرصته. وبالأمس يعني كان الحديث مع مدراء التربية والتعليم بمتابعة هؤلاء الطلبة وحصرهم، وبالتالي يعني التفكير ببدائل لتمكينهم من تقديم الامتحان، والوزارة ما عندها أي مشكلة بإعادة الامتحان للطلبة الذين فاتهم مثل هذا التقييم. نعم، أشكرك جزيل الشكر تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم.